حسناً. ما هذا؟ أثار أقدام. سام! اللعنة! واثق أنه بعيد الآن. سأذهب إلى الجبل المخيف وأنقذ سام ونرحل عن هنا. نعم، ونسخر من الأمر غدا. ها نحن عدنا للمسار ثانية. الآثار تنتهي هنا. هيا، أي طريق نتبع؟ أثار أقدام. لم تسقط لموتك، هذا جيد. لدي فرصة لأقتلك. يا إلهي، ما هذا؟ أثار أقدام. حسنا، لندخل. سام!
أنت ذا. حسنا، ها نحن إذن. سام! إن لم يقتلك ريف ونادين يا سام، قد أفعلها. هذا أصعب مما يبدو. هذه سفينة إيفلو.
كان ذلك وشيكا. أظن أن هذا طريقي. يا إلهي هيا. فعلت كل ذلك يا سام؟ أشك وجد طريقا جافا للنزول، أقل ألما إلى الأسفل. هل انتهينا هنا؟ هذا الأخير يا سيدتي. جيد، إن أسرعنا فسنلحق بالآخرين. سام سرق قاربنا للتو، متجه لسفينة إيفري. هيا اترك، انتهينا. انتهينا. مات أغلب رجال يا ريف، وأغلب من نجوا رحلوا. أترين ذلك؟ النهاية في الداخل حرفياً. ذلك القرصان المجنون وضع فخاخا في الكهف كله، لن أطأ سفينته. نادين، إن تراجعت ورحلت الآن فإن خسارتك لرجالك وكل ما فعلناه سيكون بلا مقابل. لدينا ذهب قيمته ملايين، أعتقد أنه ونجاتنا يكفيان. ليس غريباً أن رجالك تركوك. المعذرة؟ نحن على حافة صناعة التاريخ هنا، وأنت مستعدة للرحيل بمكسب ضئيل. جزء صغير مما سيحصل عليه سام. إن خرج من تلك السفينة حياً فليأخذه، وسأعترف باستحقاقه، وأنت لا تستحقه. اسمعي، يمكننا الوقوف هنا وإهانة بعضنا، أو يمكننا إنهاء ما سننهي الأمر بالفعل. آسف سيدتي. مشكلة المرتزقة يا نادين أن ولاءهم يباع ويشترى ولا يكتسب. والآن هيا، إما أن ننهي هذا الأمر معا، أو يمكننا إنهاؤه هنا. فلنذهب ونصنع التاريخ. أحسنت يا فتاة. تفضلي.
shoreline. نيت؟ أين سام؟ إنه هناك. سام؟ اهدأ، إنه حي. كنا سنموت بسبب هذا الأحمق. سأخرجه. لا، لن تفعل. خذ الكنز يا ريف، لكن دعني أنقذ شقيقي. بعد كل ما فعله. هذا نبل منك، لكن لا، سنموت إن بقينا هنا لمدة أطول. أهذا ما تريده؟ لم أقل هذا. ما رأيك يا نادين؟ سعيد لرؤيتك حيا. تكرمي وجرديه من سلاحه. أعطه لي. أيمكنك الثقة به؟ ليس هذا شأنك. لماذا تحاول التحريض؟ نيت؟ أنا ونادين شريكان، ولا أخون شركائي. تحرك يا ولد. أنت وأخوك من البداية استغللتما كرمي، حاولتما التخلص مني، وحان الوقت لتتعلم. ماذا تفعلين؟ والآن أعطني سلاحك. نادين، لن أكرر طلبي ثانية. أنت تتصرفين بغباء شديد الآن. انظر هناك. نادين، كفي عن العبث. يا إلهي، قلت انظر. حسناً، بعض الهياكل العظمية. ماذا إذن؟ لا أعرف عن التاريخ مثل ما تعرفان، لكن لدي فكرة عن من يكون هذين. أنيرينا إذن. إنهما إيفري وتو. قتل بعضهما. هنيئاً لهما. ما المغزى؟ أي مهووس بهذا الكنز يحصل على ما يستحقه. أستتركيننا هنا حتى الموت؟ سأرحل فحسب، ولا يهمني إن نجوتم أم لا. نادين، انتظري. الوداع يا ريف. نادين! نادين! افتحي هذا الباب حالا! ريف، لقد رحلت. ساعدني وسنخرج من هنا. لا، لا، لن يفلح ذلك. ساعدني في إنقاذ سام وسأفتح الباب. لن أتمتع بأي من هذه العملات، ولا حتى واحدة. وأنا أعرف أنك وشقيقك ما زلتما على قيد الحياة. حسنا، اهدأ. يمكنك الثرثرة عندما نخرج من نيت هنا. نيت، اغلق فمك. جنوني حتى لك. أتريد سماع شيء؟ ناثان دريك تسابق مع رجل مجنون وجيشه إلى عتبة شامبالا.
يا إلهي! نيثن دريك عثر على مدينة مفقودة في صحراء الربع الثالث. اللعنة! هيا سنخرج من هنا معا. نيثن دريك وجد مدينة إلدورادو الأسطورية. يا ريت توقف. نيثن دريك أسطورة. أتعرف لقد أطلقت النار على من قالها لي. هيا يا ريف، أنت لا تحبني كثيرا، لكنك أتعرف برغم كل ما يقال عن عظمتك يا نيت، فإنك تشعر وحذرتك بأنك تعرف. ضحيت بكل شيء للعثور على إيفري، ولن أدع للصين بلا قيمة وعجوزا نصابا وصحفية فاشلة يحرمونني من ذلك. أنت تهتم بهؤلاء الأغبياء كثيرا جدا، وسأحرص على أن ينضموا إليك. استعد يا أحمق. سأخذ شقيقتي ونرحل. إن كنت تريد الاحتراق مع سفينتي أنت حر. تعرف يا نيت، خلف تبجحك الكبير هذا فأنت مجرد ولد حزين يملأه وهم. وهم العظمة. وبالمناسبة أنت فاشل في المبارزة. الوداع. نيتن! أنت لا تعرف متى تستسلم. أنا كل شيء على تريد الكنز يا ريف؟ كله لك. اللعنة! فلنخرجك من هنا. أحاول. ثقيل. حاول. لا فائدة. حاول تاني. لا فائدة. هيا نيتن. اللعنة! اسمعني اسمعني، كل ما أردته هو العثور على هذا الكنز معك. سابلة، نجحنا نجحنا يا أخي. لا بأس، سنجد وسيلة. نيتن فلترحل. لابد وأن هناك فلترحل. هناك شيء. لا وسيلة أخرى. هيا يا نيتن، يجب أن أطمئن لنجاتك. لا لا نيتن، المكان كله على وشك الانفجار. وجدتها وجدتها. ماذا تفعل؟ ثقبي. لعنة. اخفض رأسك.
مجنون حقا. المجنون يعرف أنت. سولي وصلت إليهما. أين أنتم؟ نحن هنا. لديك كل شيء؟ نعم أظن. يمكنك بيع ما تركته خلفي. ألا تريد التوصيل؟ بعد الأيام الماضية أفضل طائرة بها خدمة المشروبات والمقاعد المنبسطة. أيضا أنا وهي لدينا ما نناقشه. نعم هذا صحيح. لا مزيد من المكالمات في وقت متأخر لتقول مرة أخيرة. وعد. شكرا صديق. انتبه لنفسك، ابقى على اتصال. المرة القادمة الشراب علي. لن أنسى ذلك. والأرنب يهرب على أي حال ويترك مفاجآت صغيرة أرنبية على فراش المهم. أهلاً ماذا تقول لها؟ عن مرحلتك السحرية الصغيرة. كم أكرهك. ما كان اسم شهرتك؟ هيا أخبرها. نيت العظيم. ليس مضحكاً بل معقول. مبرراته كانت كنت بارعاً جداً. اسمع يا سام، مقابلتك كانت تجربة مثيرة. بمصافحة؟ و... عانقيني يا أخته، اعتني بهذا الأحمق، اتفقنا؟ سأفعل. سوف ألحق بك. نعم. تعجبني. كان الله في عونها، يبدو أنها تحبك. أعرف هذا. ما زال العرض قائما. أقدر ذلك لكن سأرفض. إن كنت تشعر بأنك تفرض نفسك. الأمر ليس كذلك. ليس كذلك. ربما القليل من ذلك. لكن اعتقدت أنه بعد عثورنا على كنز إيفري سأكون راضيا. ولكني الآن ينتابني شعور غريب بالفراغ. نعم. برغم ما ستحتوي عليه المغامرة التالية من إثارة، سيظل لديك نفس الشعور. أحياناً يكون عليك اختيار ما ستحتفظ به وما ستتخلى عنه. حسناً، أعتقد أنني لم أصل لتلك المرحلة. كما أنك تعرف بعض المدن الأثرية، ولن أسمح بهذا. لم أزر بعضها. شكراً لك. هذه توصيلتنا. نعم. سام، أنجزنا. بالتأكيد يا أخي. تعال. لا تفعل أي شيء ما كنت لأفعله. ارحل عن هنا، ابتعد.
معك في القبر؟ نعم. إذن فيكتور، ما التالي لك؟ قبل أن أتورط في هذا كنت أعمل على صفقة من نوع ما. من نوع ما؟ خطرة؟ مع هؤلاء الناس نعم، إنها هناك. من المصادفة أنني أعرف شخصاً خرج من السجن مؤخراً قد يكون مثالياً لهذا. لا أعرف، هل هو جدير بالثقة؟ تقريباً. أيجيد البرتغالية؟ كوندو سيو مريدو فولتر باراكازا. ما معنى ذلك؟ متى سيأتي زوجك؟ جيد، هيا. ألديك من هذا السيجار؟ لا تبالغ في الأمر.